السلام عليكم. اليوم غادي نصوب معكم واحد البراونيز بالكركاع اللي كيجي بواحد الطريقه سهله رائعه وزوينه بزاف، وشوفوا لي على التعليكه اللي كتجي فيهم. بسم الله. ثلاثه هاد البيضات، 200 غرام ديال السكر البني، ناخذ واحد الطراب ونطلع البيض ديالي مزيان. عندي 200 غرام ديال الشوكولاته اللي ذوبتها، ونزيد عليها 200 غرام ديال الزبده ونخلطهم مزيان. نزيد الزبده والشوكولاط على الخليط ديال البيض والسكر، نزيد عليه الكاوبيل المسوس، نغربل الطحين ونزيدو عليه، نخلط واحد التخليطه خفيفه. ما حصلت على هذا الخليط، انا هنايا غادي نزيد شويه ديال الكركاع. نتوما تقدروا تزيدوا اي مكسرات عندكم. ناخذ المول اللي غادي ندير فيه ونخوي الخليط ديالي. ندفع هذا الفران طيب 20 دقيقه درجه الحراره 170. بغيتي البراوني يجيك معلك مزيان، اجي تشوف معايا. من بعد ما كيخرج من الفران كيكون منفوخ شويه، نخليوه يبرد مزيان وعاد نديموليه ونقطع. من بعد ما كتبرد كنزيدو واحد الشوكولا ديال الدهن من الفوق، نقطعها طريفات على الحجم اللي بغيت، طريفات نزوقهم بالكركاع وطريفات غادي نزوقهم بهذا الشكلاط هذا. شوف البراوني كيف عامر بالكركاع. بسم الله يسمع. يا زيدي يا زيدي.